على صحف الامتناع عن نشر المصطلحات الإرهابية العدائية، على صحف الامتناع عن نشر المفاهيم المغلوطة، على صحف أن لا يكون وسيط التنظيمات الإرهابية لدى الرأي العام، على صحف الامتناع عن نشر الصور والفيديوهات التي تمجد الإرهاب، على صحف الامتناع عن توظيف صور الإرهابيين لغايات الإثارة، على صحف الامتناع عن البحث عن الفرجوية والإثارة، على صحف الامتناع عن نشر بيانات الإرهابيين الذي يساهم في الدعاية العامة، على صحف الامتناع عن تبني التسميات التي تطلقها التنظيمات الإرهابية على نفسها، على صحف الامتناع عن نشر صور جثث الإرهابيين إذا كانت فاقدة للقيمة الإخبارية. لا لترويج الفكر الإرهابي، لا للدعاية الإرهابية.